أولا الدبلة. الدبلة هي عبارة عن خاتم، خاتم يؤتيه الرجل للزوجة. ومن الناس من يلبس الزوجة إذا أراد أن يتزوج أو إذا تزوج. هذه العادة غير معروفة عندنا من قبل، وذكر الشيخ الألباني وفقه الله أنها مأخوذة من النصارى، وأن القسيس يحضر إليه الزوجان في الكنيسة ويلبس المرأة خاتم في الخنصر في البنصر في الوسطى في الوسطى، لا أعرف كيفية، لكن يقول إنها مأخوذة من النصارى، فتركها لا شك أولى لئلا نتشبه بغيرها. أضف إلى ذلك أن بعض الناس يعتقد فيها اعتقادا، يكتب اسم الزوجة على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، يكتب اسمه على الخاتم الذي يريد أن يعطيها، وهي تكتب اسمها على الخاتم الذي يلبسه الزوج، ويعتقدون أنه ما دامت الدبلة في يد الزوج وعليها اسم زوجته، وفي يد الزوجة وعليها اسم زوجها، أنه لا فراق بينهما. وهذه العقيدة نوع من الشرك، وهي من التولة التي كان يزعمون أنها تحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، فهي بهذه العقيدة حرام. فصارت الدبلة الآن يكتنفها شيئان، الشيء الأول أنها مأخوذة عن من؟ عن النصارى، والشيء الثاني أنه إذا اعتقد الزوج أنها هي السبب الرابط بينه وبين زوجته صارت نوعا من الشرك. لهذا نرى أن تركها أحسن